احنا نلعب على شعار النادي بتاعنا، خلاص الحمد لله كسبنا الدوري، بس لازم نكمل الدوري على احسن ما يكون ان شاء الله. هنكمل كل المباريات بربح ان شاء الله. أول مباراة كريستو يبدأها من بداية التشكيل من الدقيقة الأولى، أعتقد مهم جدا ثقة مستر مارسيل كولر. كريستو من بعد ما رجع من مشاركته مع منتخب تونس، المستوى مختلف، الأداء مختلف، أعتقد ده أمر مهم جدا بالنسبة لك يا كريستو. طبعا الحمد لله، كانت مباراة جيدة اليوم، الحمد لله إن شاء الله هنكمل كده وإن شاء الله هنربح أكتر بطولات إن شاء الله. أهم التعليمات الفنية اللي قالها لك النهارده مستر مارسيل كولر قبل المباراة، قعد معاك قال لك إيه؟ اتكلم معاك قال لك إيه؟ والله زي ما يتكلم معايا لعيب، يعني نفس التعليمات بتاع كل اللعيبه اللي تلعب في 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 يعني استوديو جو في اللعبه نلعبها. الحمد لله طبقنا كل التعليمات بتاع المدرب وكسبنا ان شاء الله. عايز اسال كريستو، انا عارف ان اقرب اللاعبين لكريستو علي معلول، يعني علي بيتكلم معاك ازاي؟ انت عارف قيمه علي، جمهور النادي الاهلي بيتعامل مع علي معلول ازاي؟ قول لي الدور الكبير جدا اللي بيعمله معاك علي معلول. طبعا علي من اول يوم كان معايا، كان في ظهري دايما، ساعدني كتير الحمد لله اللي هو موجود معايا. كريستو جرب الاكلات المصريه ولا لسه كريستو؟ طبعا. ايه احب بقى الاكلات اللي انت جربتها المصريه كده، ويعني اديني، انت انا عارف بعض الاكلات التونسيه، لكن اهم الاكلات المصريه اللي انت جربتها هنا ويعني في مصر. ما جربتش كتير، بس اكلت فول وطعميه وحاجات كده يعني. لا خلاص كده انت خدت الجنسيه المصريه يا كريستو. اللي جاي ايه يا كريستو؟ شايف الدنيا ازاي؟ شايف الامور بالنسبه لك ايه؟ موسم تاريخي بالنسبه للنادي الاهلي، بطولات بتحققها مع النادي الاهلي. طبعا الحمد لله، عندي 6 شهور من اللي جيت هنا، الحمد لله كسبنا كتير من البطولات وان شاء الله كل سنه كده ان شاء الله.